السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بأبنائي وبنات طلاب وطالبات الصف الرابع على منصة البث المباشر بالوزارة، ودرسا جديدا من دروس الرياضيات يصحبكم في رحلتكم الأستاذ محمد ناجي، معلم رياضيات ومدرب مادة الرياضيات بالأكاديمية المهنية للمعلمين محافظة بني سويف. هنكمل رحلتنا والوحدة السابعة عمليات الضرب والقسمة الحساب والعلاقات. ما زلنا في المفهوم الأول، الضرب في عدد مكون من رقم أو رقمين. هنتناول الدرس الرابع بعنوان الضرب في عدد مكون من رقم واحد، وفي الدرس الخامس هناخد ضرب عدد مكون من رقمين في مضاعفات العدد 10. هنتناول مجموعة من أهداف التعلم، إن إحنا نقدر نستخدم الخوارزمية المعيارية لضرب عدد مكون من رقم واحد في عدد صحيح حتى 4 أرقام، كمان نقدر نضرب عدد مكون من رقمين في مضاعفات العدد 10. بيقول لي أوجد حاصل الضرب باستخدام الخوارزمية المعيارية. لما يقول لي مثلا 3 هضربها في 456، عشان استخدم الخوارزمية المعيارية لازم نكتب الأرقام رأسي بالشكل ده ونعمل عملية الضرب. يبقى 3 هضربها في 6، بعد كده 3 هضربها في 5، بعد كده 3 هضربها في 4، يبقى أقول له 3 ضرب 6 ب 18، 8 ومعانا الواحد، نعمل إعادة تسمية ما بنكتبش الرقم كله. بعد كده 3 في 5 ب 15 وأزود واحد، برافو عليكم، يبقى 16، 6 ومعانا الواحد. بعد كده اضرب الثلاثة في الأربعة، 3 في 4 ب 12 ومعايا واحد، يبقى 13، يبقى الناتج بتاعي بقى 1300 وكام؟ بقى 1368. طب ناخد مثال تاني، اوجد ناتج 2 ضرب 478، يبقى أنا هضرب عدد مكون من رقم واحد في عدد مكون من 3 أرقام، يبقى احنا نكتب 478 هنضربها في 2. شطار، يلا نضرب رقم 2 ضرب 8 بكام؟ ب 16، نكتب ال 16 كلها، ممتازين، بنكتب 6 ومعانا الواحد على العدد الايه المجاور. طب وبعدين هضرب بقى ال 2 في ال 7، 2 في 7 ب 14 ومعايا واحد، يبقى 15، 5 ومعانا مين؟ الواحد، اكتبه فوق الاربعه. شطار، وبعد كده اضرب 2 في 4 ب 8 وازود عليها الواحد اللي معايا، يبقى 9، يبقى الناتج 956. تعالى ناخد ايه مثال تاني، هضرب بقى رقم في عدد مكون من 4 ارقام، هضرب الخمسة في 6315، نكتبهم رأس عشان نقدر ايه نعملهم، بس انا عايز استخدم التقريب وكمان هستخدم الخوارزمية المعيارية. طب تعالى نستخدم التقريب الاول، اكتبهم رأسي، يبقى هقرب العدد ده لأقرب كام؟ لأقرب 1000، اللي هو مين؟ اللي هو العدد المكون من 4 أرقام. يبقى أنا عندي 5000 فيها مين؟ أقول لك فيها 6، مين اللي يصدقها؟ طب التلاتة دي كريمة ولا بخيلة؟ لا بخيلة، يبقى هنزل الستة وأنزل أصفار مكان ال3 أرقام، يبقى 6000، يبقى إذا التلاتة مش هتزود، يبقى انزل 6000. طب والخمسة تنزل زي ما هي، نضرب بقى الخمسة في ال6000، هنعمل إيه؟ هننزل ال3 أصفار ونضرب 5 في 6 بكام؟ ب 30، يبقى الناتج بتاعك 30000، يبقى انا كده استخدمت التقريب. طب تعال نستخدم بقى الخوارزميه المعياريه في ايجاد ناتج الضرب. ال 6315 اضربها في 5، هضرب رقم، هضرب ال 5 في 5 الاول. تعالوا نشوف مع بعض، يبقى انا هضرب ال 5 في ال 5، تقول لي ب 25، اكتب ال 5 هنا واكتب ال 2 هنا فوق الايه؟ الواحد. هضرب بقى ال 5 في الواحد، 5 ضرب 1 تقول لي بخمسة، طب ومعاك 2 يبقى 7، اكتب الايه؟ ال7، 5 ضرب 3 ب 15، 5 ومعانا مين؟ الواحد، هنزل الايه؟ هضرب بقى 5 في 6، 5 في 6 ب 30 ومعايا واحد، يبقى 31، يبقى الناتج بتاعي بقى 31575، طبعا قريب من ال 30000 لان الواحد ده عدد بخيل مش هيزود الثلاثه، فيبقى الناتج 30000 فعلا قريب. يبقى انا كده قدرت ايه؟ اجيب ناتج قريبا من الناتج الايه الحقيقي او الفعلي. برضه هنستخدم التقريب لايجاد الناتج، ثم اوجد حاصل الضرب باستخدام الخوارزميه المعياريه. عايز اضرب كام؟ 4 في 103، يبقى انا هستخدم التقريب لاقرب 100. ليه؟ لان الرقم بتاعي مكون من مئات، هروح بص على الصفر، الصفر ده عدد بخيل، هل يزود الواحد؟ تقول لي لا، يبقى تنزل 100. طب والاربعه تنزل زي ما هي، واضرب 4 في 100 بكام؟ تقول لي ب 400، لان انا بنزل اصفار في الضرب وبضرب 4 في 1. طب تعال نضرب الايه؟ الرقم الثاني اللي هو 103 في 4. تعال نضرب رقم،
4 ضرب 3 تقول لي بكام؟ ب 12. احسنت، 2 ومعانا الايه؟ الواحد فوق الصفر. طب و4 في صفر بصفر ومعاك واحد، يبقى ينزل الواحد. تمام. طب و4 في واحد ب 4، يبقى الناتج كام؟ 412. هتلاقي ان ال 400 اللي جبتها في التقريب قريبه من الناتج الايه؟ الفعلي، لو انا قارنت ما بين التقريب والناتج الايه؟ الفعلي. طب تعالى نشوف ازاي اضرب عدد مكون من رقمين في مضاعفات العدد 10. لو انا عايز اضرب 5 في 30، ال 30 دي من مضاعفات مين؟ مضاعفات ال10. انا ممكن استخدم الايه؟ المساله بالشكل ده. ال 30 دي عباره عن كام؟ عباره عن 3 في 10. يبقى انا ممكن اقول كده، يبقى انا هستخدم خاصيه التوزيع، يبقى 3 في 10 في 5. تمام. اعمل ايه بقى؟ اروح ضارب الثلاثة في الخمسة وابعد العشرة، يبقى انا عملت ابدال، استخدم خواص الضرب. يبقى اقول له ثلاثة في الخمسة اهي، واخلي بره العشرة، انا كده عملت عملية تبديل للارقام، يبقى ضرب 10. اروح ضارب ثلاثة في خمسة تقول لي ب 15 اهي، يبقى ثلاثة ضرب خمسة 15. هضربها في كام؟ هتقول لي اضربها في 10. اروح منزل الصفر واضرب 1 ضرب 15 15، يعني الناتج بتاعك هيبقى كام؟ هيبقى 150. انا كده قدرت اجيب الناتج بتاعي بايه؟ بمنتهى السهوله. قدرت اجيب الناتج بتاعي بمنتهى ايه؟ السهوله. طب تعالى ايه نحلها. لما اجي اضرب في طريقه ثانيه، لما اضرب مضاعفات ال10 يعني 20 و30 وهكذا، اول حاجه الصفر ده ينزل، يبقى انا هنزل الصفر واضرب 5 في 3 تقول لي بكام؟ تقول لي ب 15، يبقى الناتج بتاعك بقى كام؟ بقى 150. يبقى الصفر ينزل و3 في 5 ب 15. طب تعالى نحل اللي بعدها. اعمل ايه؟ انزل الصفر ده الاول واضرب بقى ال 3 في 6 ب 18، يبقى 180. ناخد واحده ثانيه. هعمل ايه؟ برافو، يبقى انا الصفر ده هنزله الاول، و2 في 7 احسنتم ب 14، يبقى 140. شوف اللي بعدها. اعمل ايه في الصفر؟ انزل الصفر الاول، و3 في 9 احسنتم ب 27، يبقى 270. ناخد واحده تانية. عايز اضرب 80 في 9، انزل الصفر الاول اللي قدام ال 80 واضرب 9 في 8. 9 في 8 بكام؟ احسنتم ب 72، يبقى 720. ده الناتج. تعالى نضرب بقى 60 في 7. الصفر ده اعمل فيه الاول، انزله واضرب 7 في 6 او 6 في 7. 6 في 7 بكام؟ ب 42، يبقى الناتج بتاعي 420. تعال نضرب اللي بعدها 90 في 6. هعمل ايه في الصفر؟ هتقول لي انزل الصفر الاول وهضرب ال 9 في 6، ال 9 ضرب 6 او ال 6 ضرب 9. احنا عارفين ان الضرب عمليه ابداليه، يعني 6 ضرب 9 هي 9 ضرب 6. 6 ضرب 9 بكام؟ ب 54. انا كده جبت الناتج 540. تعال ناخد مثال تاني ازاي اوجد ناتج بقى باستخدام نموذج مساحه المستطيل. لو عايز اضرب 40 في 34 سهله جدا، اروح اعمل نموذج مساحه المستطيل ال 34 وال 40. ال 40 اكتبها هنا، وال 34 دي عباره عن كام؟ عباره عن 30 زائد 4، يعني ال 34 دي لو انا عايز افكها هتبقى عباره عن كام؟ طب بنعملها هنا، هتبقى عبارة عن 30 زائد ايه؟ زائد 4. يعني هكتب العدد بالقيمة مين؟ بالقيمة الايه؟ الرقمية بتاعته او القيمة العددية. يبقى انا هكتب ال 30، يبقى ال 3 دي في خانة العشرات ب 30، وال 4 دي في خانة الاحاد ب 4. هضربها في كام؟ في 40. اكتب هنا 40. اعمل ايه؟ اروح منزل الاصفار و3 في 4 ب 12. هنزل الصفر بتاع ال 40 هنا وهضرب الأربعة دي في الأربعة دي ب 16، يبقى 160. هنكتبهم بقى ال 1200 وتحتيها ال 160 ونعمل عملية الجمع ونجمع. 0 زائد 0 هو الصفر، 0 زائد 6 6، 2 زائد 1 3، والواحد ينزل، يبقى إذا بقى 1360. طب تعالوا بقى نجيب واحدة تانية. هضرب ال 30 في ال 47. ال 47 عبارة عن كام؟ عبارة عن 40 زائد 7، يبقى هنا هكتب كام؟ هنا هكتب ال 40. طب وهنا هكتب كام؟ هكتب السبعه. طيب وال 30 دي هكتبها هنا على جنب بالشكل ده. تعالوا بقى نضرب ايه؟ رقم رقم. هعمل ايه؟ هنزل الصفر بتاع ال 40 والصفر بتاع ال 30 واضرب 4 في 3 ب 12، يبقى يديني كام؟ 1200. طب تعالى نضرب بقى السبعه في ال 30.
هنزل مين؟ هنزل الصفر الأول وهضرب 3 في 7 ب 21 يبقى 210. تعالوا نكتبه بقى تحت بعض، ادي ال 1200 وتحتها ال 210 وابدا اجمع. صفر زائد صفر واللي هو الصفر، صفر زائد واحد واحد، طب واثنين واثنين اربعه، والواحد ينزل بقت 1410. طب تعالوا نختار الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. لو ما عايز اضرب ال 80 في ال 6، تعالوا نحلها واحده واحده كده ونشوف الحل بتاعها يوصل ازاي. اول حاجه الصفر ده اللي قدام ال 80 انزله، يبقى انا هكتب اول حاجه الصفر اهو بالشكل ده، وبعد كده اضرب ال 6 في مين؟ في ال 8 بكام؟ تقول لي ب 48. يبقى اذا الناتج بتاعك هيبقى كام؟ هيبقى 480. يبقى الاختيار بتاعي هروح مختار ال 480. تعال ناخد واحده تانيه. حاصل ضرب ال 6 في ال 50، اعمل ايه؟ اول حاجه الصفر اللي قدام ال 50 ده هينزله الاول اهو، وبعدين اروح ضارب بقى الستة في الخمسة. ستة في خمسة بكام؟ تقول لي ب 30. يبقى يصبح العدد بتاعك كام؟ هيصبح 300. يبقى انا هختار الناتج. خلي بالك انا بعمل ايه؟ بحل المسألة وبعد كده بختار، يبقى ما ينفعش اختار من غير حل لمين؟ للمسألة. يبقى لازم احل الاول وبعد كده اختار المسألة بتاعتي ماشية ايه ازاي. طب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي 10 اضعاف، 10 أضعاف العدد 40. يعني إيه 10؟ يعني أقول له 10 يبقى هي 10. طب كلمة أضعاف خدناها كلمة أضعاف وأمثال معناها ضرب، يبقى 10 ضرب كام؟ ضرب 40. يبقى ما يجي يقول لي 10 أضعاف العدد يبقى معناها إن أنت تضربه في 10. طب لو قال 5 أضعاف يبقى تضربه في 5، لو 6 أضعاف تضربه في 6. ليه؟ لأن كلمة أضعاف دي معناها عملية ضرب. يبقى انا عندي صفر قدام العشرة ينزل، والصفر اللي قدام الاربعين كمان ينزل، وهضرب الواحد في اربعة يتقول لي باربعة، يبقى الناتج بتاعي اصبح كام؟ اصبح 400. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، اختار الاجابة الصحيحة. نفس الشيء انا بضرب في كام؟ في 90. اعمل ايه في الصفر بتاع 90 ده؟ انزله الاول اهو. طب وبعدين اضرب بقى التسعة، تسعة في تمانية بكام؟ ب 72. اتنين ومعانا السبعة فوق التلاتة، شطار. وبعد كده اضرب التسعة في التلاتة ب 27، ومعايا سبعة يبقى 34. يبقى هيصبح الناتج بتاعي كام؟ 3420. يعني اول اختيار عندي ده ناتج الايه؟ الضرب. طب ناخد واحدة تانية. حاصل ضرب السبعين في ال73، اعمل ايه؟ أول حاجة أروح منزل الصفر أهو، يبقى نزلت الصفر. بعد كده أضرب السبعة في مين؟ في التلاتة. تلاتة في سبعة بكام؟ ب 21. مش هضعها كلها، أعمل عادي التسمية، يبقى الواحد ومعانا الاتنين فوق السبعة. بعد كده هضرب سبعة في سبعة، سبعة ضرب سبعة ب 49، ومعايا اتنين، 49 واتنين يبقى 51. برافو عليكم. يبقى يصبح الناتج بتاعك كام؟ هيصبح 5110. 5100 وكام؟ 110. يبقى الاختيار الأول 5110. يقول لي 20 ضعف العدد 30. قلنا 20 يبقى هنكتب 20 اهي بالشكل ده. ضعف يبقى معناها ضرب، احنا قلنا ضعف او اضعاف او امثال معناها ضرب. ضعف العدد 30 يبقى اذا 20 ضرب كام؟ ضرب 30. اقول له يساوي، اروح منزل الاصفار، ادي صفر وادي صفر، واضرب 3 في 2 تقول لي ب 6، يبقى الناتج بتاعك 600. يبقى الاختيار هنا كام؟ الاختيار هنا هيكون 600. الاختيار بتاعنا هيكون كام يا اولاد؟ الاختيار هنا هيكون 600. يبقى انا هنا لازم ابدا احل مسالتي واحده واحده. بيقول لي اشترى حازم 26 كتاب، سعر الكتاب 60 جنيه، عايزين نشوف ما اجمالي. الاجمالي هنا. طب هو عمل ايه؟ اشترى 26 كتاب واعطيني سعر الكتاب الواحد. يبقى لما اديك مجموعه واديك سعر واحد يبقى انت هنا بتعمل عمليه ضرب. يبقى انا هقول له هنا ايه؟ اجمالي ما دفعه، اروح ضارب ال 26 في كام؟ في ال 60. يبقى اقول له 26 ضرب 60. هعمل ايه؟ اول حاجه ده اروح منزل الصفر بتاع ال 60،
طب وبعدين اضرب بقى 6 في الستة دي، 6 في 6 تقول لي ب 36، 6 ومعانا الثلاثة فوق الاثنين. طب والاثنين اضربها في 6، 2 في 6 ب 12 ومعايا 3 يبقى 15. يبقى اذا الناتج بتاعك بقى كام؟ بقى 1560. نقولها تاني، تعالوا نضرب مرة كمان عشان ولادنا يستوعبوا. انا ليه عملتها مسألة ضرب الاول؟ عملتها مسألة ضرب لان عطيني عدد 26 كتاب وعطيني سعر الكتاب الواحد، وعطيني سعر مين؟ الكتاب الواحد. يبقى انا عشان اجيب السعر الكلي اضرب بقى 26 في 60. يبقى اول حاجة هنزل مين؟ الصفر، واضرب 6 ضرب 6 تقول لي ب 36، 6 ومعانا الثلاثة. وبعد كده اضرب الاثنين في الستة، 2 في 6 بكام؟ ب 12 ومعاك 3 يبقى 15. يبقى الناتج بتاعك بقى 1560 جنيه. 1560 ايه يا اولاد؟ جنيها. يبقى انا كده قدرت احل مسألتي بمنتهى السهولة. تعالي نعمل ايه؟ نحل المسألة التانية. بيقول لي عايز مدرسة ابتدائية بها 50 فصل، كل فصل فيه 37 تلميذ، ما عدد تلاميذ المدرسة؟ نفس الفكرة، عطيني عدد الفصول كلها وعطيني تلاميذ الفصل الواحد وعايز الإجمالي. يبقى هضرب 50 في الكام؟ في 37. يبقى أقول له عدد تلاميذ المدرسة 50 ضرب 37. أول حاجة نزل مين؟ الصفر. وبعدين هضرب بقى 7 في مين؟ في 5. 5 في 7 ب 35، 5 ومعانا التلاتة. طيب وبعد كده 3 في ايه؟ في 5 في 15 ومعاك 3 يبقى 18. يبقى 1850 تلميذ. 1850 ايه؟ تلميذا. يبقى انا كده جبت عدد مين؟ عدد التلاميذ. يبقى انا اتعلمت ايه النهارده؟ اتعلمت ازاي استخدم الخوارزميه المعياريه في الضرب، ازاي اضرب عدد مكون من رقم واحد في عدد صحيح اخر حتى 4 ارقام، وقلنا نكتبها رأسي ونبدأ نضرب رقم رقم وبنعمل إعادة التسمية، ما بنكتبش الناتج كله طالما لسه في أرقام بنبدأ نضربها. واتعلمنا كمان إزاي نضرب عدد مكون من رقمين في مضاعفات العدد 10، سواء بقى كان العدد ده 30 أو 40 أو 50. بننزل الصفر الأول، بعد كده نبدأ نضرب رقم رقم عشان نحصل على الناتج. إلى هنا نصل نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقات قادمة. كان أصحابكم في رحلتكم الأستاذ محمد ناجي، معلم الرياضيات ومدرب مادة الرياضيات بالأكاديمية المهنية للمعلمين، إدارة ناصر التعليمية، محافظة بني سويف. في أمان الله، مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.